challenge, peut-être l'eau et ça là. Then you should listen and watch the film and the students and the students for Ines, Rafa, Tala, and Abiti. الحياة كل يعني احنا مشينا عكس الحياة. الحياة بتبتدي من يغور وبعدين يكبروا ويبقوا أدر. هنا لقيت الأدوليسنت الأول ابتدوا وبعدين بننزل لتحت لحد إيه؟ البريست فيدنج وال في الأول احنا هنتكلم عن اللو ميلك سبلاي. هنشوف الديفينيشن. احنا طبعا اللو ميلك سبلاي أي ميلك سبلاي بيبقى في ضيق بين الإنفانت والمذر. يعني في سبلاي وفي ديماند. اللو ميلك سبلاي يبقى معناه إنه في لو سبلاي على النيد بتاع الطفل. يعني أقل من النيد فور براد أوف ذا بيبي. ده يعني اللو ميلك سبلاي. الحقيقه ان الميلك سبلاي ده بيرير قول يعني حاجه ترو فعلا الست جايه تشتكي من حاجه مشكله عندها فعلا او ان تكون دي حاجه بيرسيف. بيرسيف يعني هي شاكه او متخيله ان يكون عندها اللو ميلك سبلاي ودي الحقيقه. وهنشوف هما جايين لايه بعد كده. لازم نتكلم عن الفيزيولوجي شويه. في بيزك داينامكس فور ميلك برودكشن ده مهم جدا اللي هو عشان اعرف بعد كده الخلل فين. ثلاث حاجات لازم تبقى موجوده عشان يحصل ميلك برودكشن كويس. اول حاجه انه لازم يبقى عندي سفشن جلاندولار اند فانكشنال بريسبشن. ثاني حاجه لازم يبقى عندي هرمونز وفانكشن هرمونز ريسبتورز. الهرمونز دي بتبتدي من الهايبوثالاموس بيتيوتري ثايرويد. كل الهرمونز كلها بتشتغل للميلك برودكشن. ثالث حاجه فريكوينت اند افكتيف ميلك ريموفال اند بريست ستيميليشن. الثلاث حاجات دي لازم تبقى موجوده عشان الديناميك اوف ميلك برودكشن يحصل مظبوط. بيبتدي من اول ما الست تبقى حامل when she's pregnant. The second trimester, بيحصل shooting up لبعض الهرمون زي البروجسترون، الاستروجين، الهيومن لاكتوجين والهيومن كوريونيك جونادوتروفين. كل الثلاثة دول مهمين جدا عشان بيحصل changes في البريست. هتلاقوا انه البروجسترون مع الاستروجين مع الحاجات التانيين اللي انا قلتها مع البرولاكتين هلاقي ان في حاجات بتزود في الضغط وفي حاجات بتعمل ستيميليشن للالفيرال. الحاجه المهمه انه البريست تيشو في الاول بيبقى سكويموس ابيثيليوم. دي سكويموس ابيثيليوم بتبتدي من هرمونز دي تبقى فانكشن يعني تبقى اسمها لاكتوسايز تبتدي تكون لبن جواها يبقى من نون فانكشننج لفانكشننج سيلز. وده تقريبا بيحصل في سنه ترايمستر من عند 16 ل 20 اسبوع. يبقى الام بتبتدي تحس ان في تشينجز في البريست ابتدى يحصل معاها. لدرجه انه ساعات بيحصل ليكينج اوف ذا كولوستروم في الوقت ده يا اما من 16 ل 22 يا اما عند اواخر البريجنسي يعني 38 اسبوع ويبتدي يحصل ليكينج اوف ذا كولوستروم وهي لسه بريجنت. والحاجه دي كلها بنسميها لاكتوجينيسيس 1. بعد كده بيحصل افتر بير ب 30 ل 40 ساعه بيبتدي البرودكشن اوف ذا بيل او الكوبيس اوف ميلك سكريشن. من ايه؟ لان اول ما بيحصل ديتاتشمنت اوف ذا بلاسينتا البروجسترون اللي كان عادي وهي بريجنت والبروجسترون وهو عادي وهي بريجنت بيعمل انهبيشن للبرولاكتين. اول ما بيحصل ديتاتشمنت اوف ذا بلاسينتا بيحصل له دروب داون على طول. واول ما بيحصل دروب داون للبروجسترون البرولاكتين بيبتدي رايزنج اب. واول ما البرولاكتين بيبتدي رايزنج اب بيحصل حاجه اسمها الميلك برودكشن لان البرولاكتين هو بتاع الميلك برودكشن. يبقى الميلك برودكشن اللي الام بتحس بيه بتحس بعد 30 ل 40 ساعه اللي هو تالت يوم زي ما احنا بنقول لها.
اللي هي ستارتد امتى؟ ستارتد عند التاسع يوم تقريبا، يعني تاني اسبوع. ايه الفرق؟ يعني ايه يعني مع عمالين ما كله لبن بينزل وخلاص؟ ليه عمال اقول لاكتوجينيسيس واحد واثنين وثلاثه؟ لان في لاكتوجينيسيس ثلاثه ابتدى ما يبقاش اندوكراين، حصل سويتش من اندوكراين كومبليتلي السابلمنت هو يعني الهرمونز هي اللي بتشتغل اندوكراين ديبندنت تماما على ان البريست هو بقى يشتغل لوحده وترقص لوحده خالص. عشان كده بنسميها اندوكراين كنترول، يعني البريست بيبتدي هو الكنترول نفسه. يعني ايه؟ يفضل يملى كل ما الطفل يفضي او يحصل ايفاكويشن البريست، يحصل ملي تاني ويحصل فيلنج تاني لوحده من غير هرمونز. طب هل الهرمونز مش مهمه؟ لا، الهرمونز مهمه بس مش بنفس الاهميه اللي كانت موجوده في اللاكتوجينيسيس 2. يبقى اهم حاجه في اللاكتوجينيسيس 3 اللي هو الايفاكويشن اوف ذا بريست، ان البريست يبتدي يفضل عشان يملى تاني. طب ايه الميكانيزم؟ ايه اللي يخليه يعمل كده؟ الحقيقه التو ميكانيزم اللي هو يا اما وجود اللبن في السيلز او اللاكتوسايتس اللي احنا قلنا عليها بيعمل انترا ميموري بريشر عالي، وبالتالي البرولاكتين ريسبتورز بيبتدي تبقى ديستورت فالبرولاكتين ما بيقدرش يجي يشتغل عليها، او انه يكون في حاجه اسمها الويت روتين. والويت روتين ده اللي هو بيسموها الفيل ويت روتين، عباره عن اللي بيسموها يعني بيحصل افكت في انهبيتوري لاكتيشن، حاجه اسمها فيل انهبيتوري لاكتيشن، وده عباره عن الويت روتين الموجود في اللاكتوسايت. يبقى انا عندي تو ميكانيزم دلوقتي بتحصل، يا اما بيحصل انترا ميموري بريشر بيبقى عالي وبيعمل لي ديستورد البرولاكتين ريسبتورز، او انه بيكون في ويت بروتين. الويت بروتين ده اسمه في انهبيتوري لاكتيشن. طيب الام بتجيب تقريبا فوليوم قد ايه؟ الام تقريبا بتجيب فوليوم من 300 ل 600 في اول اسبوع، بعد كده يكبر ل 700، بعد كده في اول مانتس يبقى 900 ملي. طب الكوزز اوف لو ميلك سبلاي، يا اما هيبقى ماتيرنال كوز يا اما هيبقى انفانت كوز. الماتيرنال كوزز ممكن تبقى برايمري لاكتيشن فيلير، فاكرين لما قلنا ان في داينامكس الثلاثه داينامكس المهمين جلاندز هرمونز جلاندز هرمون سايكلينج، او انه في ايفاكويشن. في البرايمري لاكتيشن فيلير بيبقى فيه ممكن تحصل امتى؟ بيحصل في البريست هايبوبليزيا او انسفشن جلاندولار تيشو، ده كونجنتال انوبليز موجوده. الست دي بتتولد ب كونجنتال ابنورماليتي، ما فيهاش جلاند تيشو كويس، شكل البريست بيبقى واضح، بيبقى تيوبلر، بيبقى فيه لارج سايز اوف ذا نيبل، بيبقى فيه وايد سبيس اوف ذا نيبل، وبيبقى بالشكل ده، وما عندهاش، لو عملنا سونار مش هنلاقي فيه جلاندز خالص. يا اما ما يبقاش بقى كونجنتال، امال يبقى ايه؟ يبقى ان الست دي عندها لارج بريست وراحت عملت ريدكشن، راحت عملت سيرجيكال ريدكشن. السيرجيكال ريدكشن لو السيرجن ده مش فاهم كويس ممكن يشيل من الجلاندز المهمه اللي هي بتفرز اللبن بعد كده. تاني حاجة اللي هو هرمون كوز، يمكن احنا سمعنا الدكتورة شيرين وهي بتتكلم على البريكوشس البوليسيستيك اوفري. البوليسيستيك اوفري الحقيقة المشكلة بتاعتها انه بيبقى ادي الست دي بيبقى عندها بوليسيستيك اوفري، بيبقى عندها لو ليفل اوف بروجسترون، واحنا قلنا البروجسترون لما low level of progesterone which is needed for alveolar growth and breast tissue development having insulin resistance. الانسولين مهم جدا for duct development، مهم جدا for prolactin production. ثالث حاجه ان هو عندهم high
transformation من السنس من انها تبقى نون ديفرنشيتد انتو ديفرنشيتد اللي هي السنس بتاعت اللاكتوسايت. بدل ما هي سكويرس تبقى لاكتوسايت تبتدي تفرز لبن مع التستوستيرون يحصل انهبيشن ده ما بيحصلش ترانسفورميشن من سكويرس لفانكشنال سنس. كمان هرمون شبهه قوي بس مش بولي سيست اوفرين انما اسمها فانكشن اوفيريان سيست وده اسمها لوتيال سيست. مشكلتها برضه انها بتطلع تستوستيرون بنفس الطريقه بنفس الميكانيزم بتعمل انهبيشن اوف ذا جلاندز جروث. حاجه ثانيه ان الام لما تيجي تولد احنا قلنا وانس انها ولدت وحصل ديتاتشمنت اوف ذا بلاسينتا البروجسترون بيقل والبرولاكتين بيبتدي يزيد وهنا ده الستيج بتاع الكوبياس من سكريشن. في الحاله دي بيحصل حاجه اسمها ميتين بلاسينتا. لو في اي فراجمنت اوف ذا بلاسينتا ما حصلهاش انها ديليفرد يعني في ميتين بلاسينتا هيفضل البروجسترون عالي واذا فضل البروجسترون عالي والبرولاكتين هيبقى واطي وبالتالي الست دي هتعاني من لو ميل سبلاي. البوست بارتم هيموش لو اي ست جالها بوست بارتم هيموش المشكله فيه سواء كان مش نفري ومعين لكن لو مودريت بوست بارتم هيموش او سيفير بوست بارتم هيموش ممكن الست دي تدخل في هايبوتنشن ممكن تدخل في شوك ممكن تدخل في في اسكيميا اوف ذا بيوتري. لو دخلت في اسكيميا اوف ذا بيوتري يبقى عندنا الهرمونز اتلخبطت وبالتالي مفيش عندي لا برولاكتين ولا اوكسيتوسين هيطلع كويس يبقى عندي مشكله. ودي كانت دراسه اتعملت ولقوا ان كل ما الست تفقد كميه دم اكتر كل ما كان في ديلي اوف انيشيشن اوف ذا بريست ميلك وف كونتينيوتي اوف ذا بريست ميلك. ولما بيبقى اكتر المهم يبقى في فورمولا فيدنج اكتر من بريست فيدنج. انيميك مدر هم لقوا ان الانيميا كورليت قوي مع اللو سبلاي او اللو ميك سبلاي. ليه؟ هم لقوا ان الانيميا الستات دول بيبقى عندهم لو اميونيتي وادام عندهم لو اميونيتي يبقى عندهم ماستايتس اكتر ممكن يكون عندهم كانديدا اكتر ممكن يبقى عندهم لبط في الدكس اكتر وبالتالي في دايما عندهم لو ميك سبلاي وكانت دي برضه دراسه اتعملت. ده الهايبوثايرويدزم زي ما احنا قلنا الهرمونز كتير قوي مهمه جدا للميلك برودكشن مش بس البرولاكتين والاوكسوس ده انا عندي الانسولين وعندي الثيروكسين من ضمنها لو انا لقيت الست جايه بتشتكي من لو ميلك سبلاي لازم وما لقيتش حاجه في الطفل بصيت كويس عملت اسيستمنت كويس لازم اعمل تي اس اتش وتي 3 وتي 4 لازم لان كتير قوي بيبقوا سب كلينيكال هايبوثايرويدزم وسب كلينيكال هايبوثايرويدزم هتبان ازاي؟ ممكن الاقي تي اس اتش عالي وتي 3 وتي 4 لسه نورمال هنا اعرف ان الست دي داخله في هايبوثايرويدزم. السموكينج مشكله السموكينج طول النهار لو رحتوا اي حته في النادي في الكافيه هتلاقي البنات حتى الصغيرين عمالين يشربوا للاسف شيشه وسجاير هم ما يعرفوش ان السموكينج بيديكريز الفات كونتنت اوف ذا بريست ميلك ده غير انه اصلا بيعمل دريك للميك سبلاي لانه بيقلل البرولاكتين ليفل في البلوك ده مهم جدا للامهات الستريس. العيال قعدت افكر كتير ليه الستريس بيعمل ديكريس في الميك في الميك سبلاي. كتير ام بتقول لك انا لما اتخانقت مع جوزي وهو اصلا انا متنكده وانا قاعده مع قلب جوزي ومشكله كده بتلاقي انها فعلا عندها ديلي ميك سبلاي. ليه؟ الحقيقه هم لقوا ان هو بيأثر على حاجتين بيأثر على الاوكسيتوسين بدري وبيأثر على البرولاكتين متأخر شويه يبقى بيأثر على الإيجكشن وبيأثر على البرودكشن أوف ذا ميلك. سيزيريان سيكشن هل السيزيريان سيكشن ده مشكلة؟
المشكله؟ هي المشكله عند الدكاتره اكتر ما انه عند الام. يعني الدكتور اللي بيولد سيزيريان بيروح على طول يقول لها خدي فورميلا، او الدكتور الاطفال لو كان في نفس المستشفى بيقول لها خدي فورميلا مش هتقدري ترضعي. هي لا، المشكله انه بيحصل لها فعلا ديلي داكتوجينيسيس. ليه؟ من الاستريس اللي احنا قلنا عليه، يبقى اول حاجه من الاستريس، ثاني حاجه من الانستيزيا اللي هي واخداها، لو هي واخده جنرال انستيزيا. عشان كده مهم قوي دلوقتي ان انا ما اديش جنرال انستيزيا. امال قد ايه؟ قد ايه بديورال انستيزيا احسن لي عشان الست تبقى فجاه واقدر اعمل سكين وسكين على طول للطفل ويبتدي يعمل نبل ستيميليشن ات وانس. الدراكس برضه زي ما احنا عارفين ان هما في الناس بيستعملوا كتير الاوكسيتوسين. الاوكسيتوسين يعني احنا لسه بنقول اوكسيتوسين ده حاجه كويسه وبتاع، لكن لما يكون في سنتيتك اوكسيتوسين ثيوريتيكال كونتينوس هاي ليفل اوف ذا برايت كود اندر ميك برودكشن اند ليف داون ريفلكس. بس الحقيقه الحكايه دي مش ايفيدنس بيس لغايه دلوقتي. تاني حاجه الاستروجين اللي هم الامهات اللي بتاخد البيلز، البيلز اللي فيها استروجين دي مشكله لانها بتعمل ديلي في الميلك سبلاي. امال ياخدوا ايه؟ ياخدوا الحاجات اللي فيها بروجسترون احسن من الاستروجين. طيب ده كان الماتيرنال بوزيس. تعالوا نيجي للانفانت بوزيس. الانفانت بوزيس ايه السبب اللي هيخلي في لو ميلك سبلاي بانفانت بوزيس؟ اهم حاجه نمره ثلاثه احنا قلناها، لو انتم فاكرين الداينامكس قلنا جلاندز هرمونز، ثالث حاجه قلنا ايفابويشن اوف ذا بريست. يبقى ثالث حاجه ان عندي في البيبس ايشو ان ما عنديش ايفابويشن كويس اوف ذا بريست، في مشكله في الانفكتيف ميلك ريموفال، ما بيعملش ميلك ريموفال كويس. طب ليه ما بيعملش ميلك ريموفال كويس؟ يا اما بريماتشور، يا اما الطفل ده عنده هيبوتونيا نيورولوجيكال ابنورماليتيز، يا اما الطفل ده عنده كونجريتال انوماليز، يا اما الطفل ده عنده ترددان. كل دي مشاكل ممكن ما يخليش الطفل لا يشعر كويس ولا انه يعمل ايفابويشن كويس. طفل عنده كونجريتال هارت ديزيز، كل ما يجي يرجع شويه هينهك، هتضطر الام تسيبه. يبقى كل الحاجات دي ما تخليش الايفابويشن كويس للمال، وبالتالي هيحصل لوفينج سبلاي بعد كده. ليه؟ زي ما قلنا مع الاكوميليشن اوف ذا ميلك في البريست هيأثر لي على الانترا ميمبر بريشر وهيزود لي في الفيلنج الهيبيتولاكتيشن اللي هو عباره عن البروتين اللي بيطلع من اللاكتوسانس. طيب فريكوينتلي اسك كويشن، احنا قلنا الديليد ميلك سبلاي ممكن يبقى ريال حاجه ترو وحاجه بيرسيف. تعالوا نشوف البيرسيف اللي قلنا قدامكم هتشوفوها في الاعداد. البيرسيف هنشوف الاسئله الكومن كويشنز اللي بتحصل واحنا المفروض نرد عليها نقول ايه. هتيجي واحده تقول ايه؟ ماي بيبي فيز تو اوفن، هو عمال يرجع كل شويه وينام ويقوم يرجع وينام ويقوم يرجع وينام. هنا انا لازم اعرفها انه الطفل ده اول ما بيتولد بيبقى الاستومك بتاعته في حجم الميه كده، يعني بياخد 7 مل تقريبا، بياخد بس 7 مل ماشي. غير ان الابسوربشن اوف ذا الدايجيشن والابسوربشن بتاع بس بيبقى سريع جدا، فالطفل بيجوع كمان شويه. يبقى لازم افهمها الكباسيتي بتاع الاستومك اخباره ايه وازاي بيكبر معانا. نمره اثنين، ممكن الام تيجي تقول ماي بريست فيل سوفت، انا مش حاسه بتقول يعني بنت خالتي بتقول ده انا البريست بتاعي كان بيبوش كان كبير وكان بيوجعني. بقول لها لا، ده كان في الاول خالص في لاكتوجينيسيس 2 في الاول خالص اللي هي في الكش اوف ذا ميلك او في الكوبيس ميلك برودكشن، انما بعد كده بيبقى سوفت وبتقدر ترضعي عادي مفيش اي مشكله. وكل ما الطفل بيكبر السبلاي والديماند الاثنين بيحصلوا على بعض، يعني الطفل ياخد على البريست والبريست يعرف احتياج الطفل ثاني، فبيحصل بسرعه جدا فبيبقى دايما البريست سوفت. I have small breast، تقول لك انا صدري صغير وانا مش هعرف ارضع ومش عارفه لا، وامي بتقول لي وحماتي بتقول لي. لا، لازم تعرف ان الستراكشر اوف ذا بريست، وان البريست واللي بيعمل شيء اوف ذا بريست هو الفات، لكن الستورج كاباسيتي مختلفه خالص عن الفات. الستورج كاباسيتي مختلفه عن الفات. في ناس الستورج كاباسيتي عندهم عاليه وفي ناس الستورج كاباسيتي عندهم قليله، والناس اللي عندهم الستات اللي عندهم الستورج كاباسيتي قليله بيضطروا يرضعوا مور فريكونت فمفيش اي مشكله. يعني
تعليميه ونفس الكميه اللي هم 700 ملي او 800 ملي بيدوها نفس الكميه بس على اوقات او فترات اقصر. وبالتالي نقول لها لا، الاستورج كاباسيتي مختلفه عن الفات اللي موجوده. ده فات اللي بتتكلم عنه ما كانتش الاستورج كاباسيتي بتاعتك كويسه، واعمل لها انشورنس اشورنس. اللاكتيشن ايه زي ما انتم شايفين يا اما مسطره كده بتتحط
او بيبقى في حاجات بيحصل مخصوصا بالميداليه، لكن احنا بنعمل الحاجات دي من ابراهيم ونحطها في الازازه ونديله، بتبقى بنثبتها جنب البريس. انا خلصت او بالكاب او بالتيم فيدنج، ولازم اعمل مونيتور ايفالويشن. الحقيقه احنا مش كتير وكبير، وهي حطت لنا نتيجه.